الصورة هذه كان لها يعني نسبة كبيرة بسبب أنها وقفت الحرب في فيتنام عن طريق أمريكا. هني كان موجود الجيش الأمريكي الجيش الفرنسي بفيتنام طبعاً وتوهقوا الطبيعة فيتنام. فيتنام شنو طبيعتها؟ عبارة عن غابات مكثفة كثيفة جداً. طبعاً تدعم السلاح الجوي ما يقدر أنه يرمي إذا كان في مسافة قريبة اشتباك بين الجيش الفرنسي والجيش أو الثوار الفيتناميين. لأن إذا هم شنو أهم شيء عندهم إنه في مسافة كبيرة بين الجيشين. فقبل الاشتباك شو يسوي؟ الجيش طيران السلاح الجوي يذبح.